وصفات صيفية مناسبتية نقدر نقول ولا حتى وفق الخضار والفواكه الموسمية. بما أنه رانا في موسم الحج يعني حججنا الميامين راح يعني الدفوعات تكون العودة ميمونة إن شاء الله لكل حججنا الميامين، وحج مبرور كان طلبات عندي على الحلويات. إذا رايحين نشوفوا اليوم حلويات يعني خفيفة، عندنا في الأول نبدأ بالكعك اللي كان الطلبات كثير على الكعك، ناقص حلوة وبنين وخفيف يناسب حتى نقدر نقول هذه الأيامات ولا دخول المدرسي، قهوة الصباح قهوة العشية بكمية كبيرة زاكية ويقعد لك مدة طويلة. عندنا أيضا حلوة بالكاوكاو تكون معسلة وخفيفة. كانت عندي أيضا طلبات حلويات خفيفة تاع المشروبات، يعني كاطو تاع الكازوز لأنه موسم الحفلات، نشوفوه يعني في آخر المطاف. بعد هذا تقدروا يعني تواصلوا معنا مع بعض 27 50 12 27 50 13 13، إذا ساعة من الزمن دائما نقضيها وإياكنا في المتعة والإفادة. زميلتي آمال تحييكم وتقولكم أمطرونا كما عودتمونا باتصالاتكم الهاتفية. رايحين نبداو الوصفة نتاعنا الأولى اللي هي الكعك، كنا شفناه عدة مرات ولكن الكعك هذا اللي يجي طري، كعك نقدر نقول يعني ناس الغرب معروفين به يعني بكثرة، الكعك تاع توابل ولا الزرارة اللي يجي من السم ويجي يميل للبريوش خفيف، راه تقدري حتى يعني تسوقيه لبرا، تقدري حتى تعمريه وديري في أكياس، ولكن نعطيك فقط بعض الملاحظات اللي حبت تديرو للدار ولا اللي حبت تسوقو يعني لبرا. بالنسبة لهذه الوصفة واش نحتاجو؟ نحتاجو بالكيل، هنا عندنا كاس تاع سكر عادي، كاس سكر عادي، اللي يحب الحلاوة زايدة يدير كاس ونص، حب الحلاوة ناقصة كاس يكفي. عندي كاس تاع حليب دافي، وعندنا كاس نتاع سوائل اللي هما الماء مع المزهر، تخلطيهم في كاس يكون برك داك الماء دافي، كاس تاع سوائل خليط ما بين الماء والمزهر، ولا ديري غير الماء وديري له عطر المزهر. عندي ايضا كاس تاع الزيت وزوج حبات تاع البيض يكونوا كبار، وتاكدوا من صلاحيه تاع البيض هذه الايامات في السخانه. وعندنا الملح، مغرفه تاع قهوه ملح، مغرفه كبيره تاع لافاني، وعندي خميره تاع الخبز، زوج مغارف تاع ماكله نكونوا حللناها في كاس وحدها مع شويه حليب دافي ومغرف سكر، هذه تنحط وحدها. قلت الخميره زوج مغارف تاع ماكله تكوني درتيهم من قبل ما تبداي الكعك، تكوني درتيهم في كاس مع شويه حليب ومغرف سكر باه يخمروا يجيك الكعك خفيف. وعندي كم شويه تاع التوابل ضروريه في هذا الكعك. نبداو في الاول بزريعه ولا زريعه البسباس، كميه صغيره تاع زريعه البسباس بتعطي لك واحد النسمه يعني للكعك، حبه حلاوه، وعندنا الشنان اللي معروف يعني في الغرب، الشنان يعني يمشي مع التوابل الحب، ولكن الشنان ذوق خيالي رهيب في الكعك، معروف في الغرب ولكن غير تروحي اللي يمشي توابل يعني اللي يبيع، تمشي عند اللي يبيع توابل تقولي له الشنان، تدي منه مغرفه صغيره. قلت مغرفه تاع زريعه البسباس، مغرفه تاع ايضا حبه حلاوه، وعندنا الشنان مغرفه اللي ما يتحصلش عليه ما يقدرش يديرو، ولكن تقدري تستغني عليه ولكن يطيب لنا حنا برك اللي ما نديروهش بزاف في الكعك. عندنا ايضا زوج باكيات خماره تاع الحلوه، وعندنا فارينا نطمو بها العجينه نتاعنا، هذا واش نحتاج. ولكن طريقه التحضير تاع الكعك تلعب دور، ديما الكعك هذه مقادير تاعو تاع زمان، ولكن طريقه التحضير هنا في الاول قبل ما ندير يدي في العجينه تاع الكعك شندير، نحط الخميره تاعي تاع العجين في كاس، ندلها شويه حليب دافي، الحليب وحده ماشي من هذاك الكاس اللي تكلمت عليه، كميه حليب باه نخمروا برك الخميره، ومغرف سكر ونحطه بجنب. نولي للجفنه نحط فيها كاس حليب دافي، نحط فيها كاس تاع سكر ولا كاس وربع سكر، ونحط فيها كاس تاع ماء دافي ولا كاس ماء مخلط مع المزهر، نحط زوج حبات بيض والملح، مغرفه تاع قهوه صغيره، ونحط مغرفه لافاني. هنا الى عندك العطر تاع المزهر
احسن واحسن تحطيه في هذاك السائل في ذاك الكاس. الا ما عندكش ديري لافاني نوعيه مليحه. الكعك وين يوني البنه تاعو؟ في النسمه اللي فيه، لانه هو عجينه. النسمه تاع الكعك تلعب دور كبير. هنا الا عندك لافاني نوعيه اختاري نوعيه مليحه. كي تروح الاسواق ماشي كاع لافاني لافاني، ها لافاني ندير لافاني غبره، ولكن اي فيها ديمارك وفيها ايضا نكهات. ديري فانيليا يا اما عاديه، ولا ديري لافاني تاع المزهر. لافاني تاع المزهر تعطي واحد النسمه للكعك. ولا ندير سكر الفانيليا عادي. المهم انا كي نروح نشري لافاني نشوف لي مارك اللي كاينه ونسقسي الحانوت، هو اللي يوري لك. دائما اختاروا نوعيه مليحه اللي كي تفتحي الساشي تاعها يعني تعبق المكان يعني بالريحه نتاعها. ديري مغرفه تاع لافاني. هذو كامل المقادير في جفنا حليهم بالكف تاع اليد. درنا كاس سكر، كاس حليب، كاس تاع سوائل قلت ما ولا ما زهر مخلطين مع بعض، زوج بيض، مغرف قهوه، ملح، لافاني، وكاس زيت. ندير معاهم كاس زيت ونخلط بالكف تاع اليد. من بعد كي تخلطوا خلاص نضيف الخميره اللي كنت حللتها في هذاك الكاس تكون خمرت، نضيفها ونخلط ونبدا ندير في هذوك التوابل اللي تكلمت عليهم. قلت شنان، حبه حلاوه، وزرعت البسباس كيما راهم حب حب لما طحنوهم. كمشه كمشه تخلطيهم مع بعض وترمي الفارينه. دير الفارينه كميه قليله، مثلا ندير كاس الاول تاع الفارينه، نفرغ عليه زوج باكيات خميره الحلوى، زوج باكيات، ونخلط نخلط كيما نخبطو السفنج. ها هي المرحله اللي يعني مهمه بلا ما دير الكعك تاعك. ندير الكاس الاول والكاس الثاني نحبس ونبدا نخبط كيما نخبطو السفنج كيما نديرو لي بابا. هذه هي لاستيس تاع الكعك بلا ما تدلكي. خبطي مليح مليح واحد ربع دقائق ولا خمسه تخبطي فيه. من بعد كملي له الفارين تاعو عادي، المهم تتحصلي العجينه طريه كيما تاع البريوش. يدي لك واحد ثلاث كيسان ونص هكاك. دوك نتوما الفارينه تشرب الكاس الاول درتو، الكاس الثاني درتو وخبط مليح مليح. من بعد نضيف ودرت معاهم الخميره، نضيف الكاس الثالث ونشوف شحال يخصني مور الكاس الثالث. دوك قادره كانوا زمان يديروا برك عينهم ميزانهم. دوك الفارينه كاين تشرب كاين اللي ما تشربش. المهم الكعك ما يكونش يابس كيما الكسره، يكون خفيف كيما البريوش، يتلصق في اليد. دهني بول بالزيت، لمي واحد شويه، دهني بول بالزيت ولا بول. كاين واحد لي بول يعني تخمري فيهم العجينه بالخف، حطي فيه الزيت، حطي العجينه تاعك وغلقي بالغلاق تاع البول يعني تاع بلاستيك بالخف يخمروا العجينه، وخليه يخمر. بعد اللي يخمر ولي ليه، ديري كرات كامل كيف كيف متساويين ولا وزنيهم. ديري حرابش، كل حربوش الكعك يكون كبير ما يكونش صغير ماهوش قاطو. ديري حربوش غلقيه كي المسياسه يعني كعيكعه كبيره، ومن بعد شرطيه موريه بالموس في الطرف، هذا هو الكعك. ولا كي ديري حربوش موريه بالموس ومن بعد غلقيه. دوك هذه تولي ليكم، يا اما تشرطيه بالموس قبل ما تغلقيه، يا اما كي تغلقيه تموريه بالموس، يجيك شغل هكا براج براج في الطرف. ستيون في سنيوة وغطيه وخليه يخمر، لازم يخمر. بعد وما يجيش رقيق، يجي شويه خشين. بعد اللي يخمر وجدي البيض، الا كنتي حابه ديري البيض كامل ديري حبه بيض، ديري معاها باتاغوم تاع الكراميل، تعطيك استيس مليحه للكعك، تجي بنينه وتعطي لك يعني ريحه. ولا ديري صفار البيض مع مغرف حليب مع مغرف لافاني ورشه ملح، تعطي لك حتى هي لمعان. دوك تولي ليكم وتدهنيه ترشيه بالجلجلان وتدخليه يطيب. الكعك يطيب حمر مليح مليح. بعد اللي يطيب تخليه يهفت برك كيما نقولو يكون دافي. اللي تسربيه سربيه مع قهوة الصباح ولا قهوة العشية، الباقي خبيه في علبة محكمة الغلق. إذا كنت حطولي ديريه في المجمد يعني هو دافي يعني تخبيه في نهارو، ولا خليه في المطبخ يومين ثلاث أيام هو في علبة. برك حطي ورق الألمنيوم في العلبة، حطي الكعك تاعك طايب وعاودي غطي على الرطوبة وديري الغلاق تاع العلبة تاعك وتقدميه مع قهوة الصباح يعني خيم الحلويات. مليح بزاف تمشي به للناس العراضة يعني تعاوني بهم هذوك الناس، سوا فرح ولا قرح، وربي ان شاء الله يدوم الفرح في كل عائله. سواء كان حجاج يعني
الموسم تاع الحج، ناس يجيو من الحج تقدري حتى هما تدي لهم يعني بسينة كبيرة تاع الكعك، يعني كمية لبس بها راح يقطع لك، ومليح بزاف يحبوه الناس خاصة الكبار اللي ما يحبوش الحلاوة بزاف، يحبوا الكعك مع قهوة الصباح ولا العشية، يعني تقمني به كما احنا نقولوا تديه في يدك أحسن وأحسن. هذه كانت طلبات كثيرة على الكعك، وراح يقطع على حساب الميزان حتى وزنه تاع الكرات، هو يجي كبير ما تخافيش أمل. هنا يدير بول معمر، يعني كوني متهنية، راح يدير لنا كمية لبس بها. إذا الكعك هذا هو، إلا حبيتوا تسوقوه لبرا نحيو البيض فقط، خليو الوصفة كيما راهي كيما راهي الوصفة. إلا حبيتي ديري فيه أكياس وتسوقيه يعني تخدمي على روحك برا، البيض نستغناو عليه، نخليو الوصفة كيما راهي، نستغنى فقط على البيض. يجيني طري ماشي ما يجينيش طري، ولكن الاول يجي طري اللي مديناه بالبيض، يجي طري اكثر منه، يجي كيما البريوش. الثاني يجي طري، ولكن استغناو على البيض باه يقعد مده طويله، وتقدري تغلفيه وتبعثيه يعني لبرا، تسوقيه للمقاهي ولا محلات ولا. والكعك ما يجيش بالشوكولا، يجي فقط بالنسمات تاع التوابل. هذه هي، ان شاء الله برك تجربوه وتكلمون عليه الاسبوع القادم ان شاء الله. القهوه العشيه اللي مالا بعد اللي شفنا الكعك تاعنا، رايحين نمروا الحلوة من الحلويات اللي اخترناها الافراح المناسبات وحتى الحجاج. هنا هذا الحلوة هذه تشبه كثير الججلانية، الججلانية نديروها مثلثات ونرمدوها في الجلجلان، ولكن هذه كوكوية يعني بالكوكاو، تنخدم بالكوكاو. مقاديرها سهلة، سهل التحضير، تنجحي فيها من اول مرة وبنينة. هنا بالنسبة للمقادير، عندي 250 غرام مارغارين تكون طرية، عندنا نص كاس تاع سكر عادي، عندنا نص كاس تاع مايزينا، وعندنا ايضا نص كاس تاع كاوكاو محمص ومطحون ماشي رطب بزاف شويه، زوج صفار بيض، ملح ولافاني، وعندنا ايضا الفارينة نطمو بها العجينه نتاعنا. الخميره هنا ما كانش عندنا في الحلوه الخميره. بالنسبه للتزيين هنا واش نحتاج، نحتاجو البياض اللي نحيناه من الصفار، وكاوكاو يكون مطحون خشين. هذه هي المقادير نتاع الحلوى نتاعنا. شوفوا الان طريقه التحضير، في نفس الوقت نعاود لكم المقادير بالعقل. اذا هنا بالنسبه لطريقه التحضير، في بول بالباتور ضربي 250 غرام مارغارين طريه مع نص كاس سكر عادي حتى يبيضوا، دير لهم الملح، دير لهم لافاني، ومن بعد نضيف لهم زوج صفار، نضربوهم شويه، نحبس الباتور ونضيف نص كاس تاع المايزينا، ونزيد نضيف نص كاس تاع كاوكاو يكون محمص مليح، ولا احسن يكون عندك الكاوكاو تاع القشور تحمصيه وتطحنيه برك يكون محمص يعطيلك بنه. نضيف المايزينا، نضيف نص كاس تاع الكاوكاو والملح والافاني، ونخلط بيدي ونبدا ندير في الفارينه. الفارينه تحصل العجينة تكون طرية ما تكونش ناشفة، المهم هنا الفارينة ديري كاس الاول وزيدي كاس الزاوج والثالث، وشوفي دايما دايما قاعدة كي نخدم بالكاس ندير زوج كيسان، الثالث نبدا نميز اسكو تشرب ما تشربش، كيما قلت لكم في الكعك ندير زوج كيسان الاولى ونخبط، ومن بعد موراها يقدر يفوت ثلاث كيسان ولا اربعة، دوك عينك ميزانك مام في الحلوة هذه. المهم الحلوة تكون عجينة طرية اللي نقدر نديرها حرابش. كملتي درتي الفارينة، ما كاش خميرة قلت، درت الفارينة هنا نولي العجينة تاعي نديرها كيما نديرو الكروكي، كيما نخدمو الكروكي، ندير حربوش ومع داك الحربوش نسقمو بليكوبات ولا بيدية على شكل مستطيل، تسطحي الوجه نتاعو في يعني من الفوق يجي مستطيل طويل، حربوش كيما تاع الكروكي، وزيدي خبزيه، المهم باه ما يجوكش مثلثة كبار، سطحي الوجه نتاعو. ومن بعد شدي الى عندك مول مثلث راهو احسن، ولا بالموس قطعي كشغل مثلثات كيما نقطعوا البقلاوه، قطعي مثلثات ما يكونوش رقاق، يكونوا خشان، هذا ماهوش صابلي، يكونوا شويه خشان. ومن بعد دوك المثلثات تتكملي كاع العجينه تشديهم ترمديهم في بياض البيض مليح مليح، وتروحي ترمديهم في الكاوكاو يكون محمص ومطحون، ولكن ذا المرة مطحون خشين والمغربل، لازم يكون خشين ويكون مغربل، هذاك الرطب اللي طايح شوية تحطيه في العجينة، وهذاك الراس الخشين هو اللي ديريه يعني
تغلفي به العجينه نتاعك. ولا احسن تختاري كاوكاو بقشور ويعطيلك بنه. حمصيه طحنيه، ولكن طحني وكسري شغل في الربوك، تكسريه بالعقل ومن بعد عاودي غربليه باه تحصلي عليه على حبات يعني كامل كيف كيف. ديري في بياض البيض، رمدي في الكاوكاو وطيبي الحلوه نتاعك عادي. الطيب عادي برك ما تكونش عجينه طريه بزاف، ورمديها مليح مليح في الكاوكاو، تخليش يعني مكان فارغ. بعد اللي طيب كيما راهي تجيبيها وهي سخونه تحطيها في العسل، ترمديها في العسل وتصفيها فم تصفيها. الا كنت حد تخبيها مده طويله معليش ديريها في علبه، وقت اللي تحبي تسربيها تسخني العسل نتاعك وتعسلي الحلوه. دوك هذه تولي ليكم، كل واحد المناسبه تاعو، كاين يخدم الحلوه على البكري وكاين اللي يخدمها في يومين توجد، كل واحد يعني وطريقته. المهم تعسلي الحلوه ديريها في الكيسات وتقدميها كيما راهي بدون اي تزيين، تشبه كثير قلت الججلانيه تاع اللي نديروها احنا بالججلان، ولكن فقط بالكاوكاو واقتصاديه وتعطي لك كميه لا باس بها. تحبوا تضعفوا المقادير ضعفوا، نديروا كاس كاس كاس، ربع صفر و500 غرام زبده. هذه هي الحلوه اللي اخترناها الان بالكاوكاو. اذا فيما يخص الحلوه الثالثه اللي اخترتها، قلنا حلوه تتقدم مع المشروبات ولا بالكازوز ولا تتقدم كتحليه للدار. هنا الحلوه هذه بنينه وخفيفه وتقطع كميه كبيره، وهذا اللي تحوسوا عليه، والتكلفه قليله ما فيهاش يعني مقادير كبيره. انا هنا كان راح نتكلم على الحلوه هذه شويه، تختلف في الشكل تاعها، ولكن بالنسبه للمتربصات اللي يسمعوا فيها المستمعات اللي قراو عندي رايحين يعرفوا الحلوه هذه، لانه غيرت في الشكل نتاعها كي قراوها هما. تقدروا حتى انتم يعني تسمعوا الوصفه هذه تقدروا تغيروا فيها، ولكن على حساب المفهوم تاعكم، على حساب الافكار اللي عندكم، تقدري تلعبي بالحلوه هذه كيما تحبي، لانه تجي رطبه وتجي مشربه وتجي خفيفه بالنكهه تاع القهوه. الحلوه هذه قلنا حلوه تتقدم بالكازوز كيما حنا نقولوا، اعطيني كاطو تاع الكازوز هكذا يعني المشروبات ما عدا المملحات. نشوفوا هنا بالنسبه للمقادير تاع الحلوه هذه، في الاول يكون عندك ليمول يا اما سيليكون تختاري الشكل اللي تحبيه، يا اما الومنيوم، يا اما ديري في تاع الحديد اللي شبهول تاع المسكوتو هما الصغار، في تاع الحديد اللي شابين في تاع الحديد اللي يجي فيهم يعني فراغ في الوسط كشغل مول تاع مسكوتو، هما صغار نديرو فيهم القطايف برك يندهنوا مليح بالزبده ويترشوا بالفارينه، ولا في الالومنيوم ولا في السيليكون. دوك انتي والمول اللي عندك، على قلت لكم الحلوه هذه انا مديتها لك وطبقي على سوء افكارك. بالنسبه للمقادير عندي كاس تاع بيض، دوك انا كي قلت كاس دوك انتي والكيلة حتكيليه، انا رايح نستعمل باكي خميره تاع الحلوه، باكي خميره دوك الباكي تدخل في كاس كبير. الى ضاعفتي المقادير ضاعفي الخميره، وما تحبش الخميره بزاف في هذه الحلوه لانه المقادير اللي فيها خفيفه، ما تبغيش بزاف الخميره. اذا عندي كيلة تاع بيض اللي هي كاس، عندي نص كيلة تاع السكر عادي لانه الحلوه تتشرب، نص كيلة اللي هي كاس، نص كيلة تاع الزبده ذايبه، عندي ايضا كاس ولا كيلة تاع كاوكاو محمص ومطحون، ولا كاس لوز محمص ومطحون. انا شخصيا نديرها باللوز، نحبها باللوز، وانتم بالكاوكاو حتى هي تجي بنينه. عندنا كيلة ولا كاس تاع بيمو يعني بيسكوي، بيمو يكون مطحون ويكون مغربل، باكية تخمرة تاع الحلوة. عندنا الملح لافاني ومغرفة تاع قهوة سريعة الذوبان اللي هي نيسكافي. هذه هي المقادير، مغرفة تاع ماكلة تاع قهوة سريعة الذوبان. للشربات نحتاجو كاس ماء كاس سكر، طيبيهم حتى يبردوا ومن بعد نشوفوا باه نعطروهم في الاخير. هنا نملي لكم المقادير وفي نفس الوقت طريقه التحضير. هنا في بال تحطي ذاك الكاس تاع بيض اللي قلت كيلة بيض اللي هي كاس، تحطي عليها نص كاس تاع سكر عادي، ضربيهم مع بعض ومن بعد ضيفي لهم نص كاس تاع زبده ذايبه، زيدي ضربيهم، ضيفي لهم ايضا مغرفه تاع نيسكافي وملح ولافاني وخلطي مع بعض. نقدر نضيف مغرفة تاع كاكاو ولكن من النوعية الجيدة، نضيف مغرفة تاع كاكاو ونزيد نضرب، يبقاو لي النواشف.
نضيف هذيك الكيله اللي قلت كاس تاع كاوكاو محمص ومطحون، وهذاك الكاس تاع بيمو محمص ومطحون، نخلطهم ونضيف الكاوكاو ونزيد نضيف البيمو ونخلط بالمغرفه تاع الحطب. يبدا عندي خليط ما هو جاري ما هو ناشف كيما تاع المسكوتشو. نولي الليمون نتاوعي، الحلوه هنا عطرتها بالنسكافي وبالكاكاو، يعني اللون تاعها يجي بني غامق ولكن البنه تاع القهوه تقعد فيها. نعمر الليمون تاعي ولكن ما نعمرهمش حتى للفوق، دوك انت والمول اللي عندك تعمريهم. تخلي الحلوه تاعك تخمر 10 دقائق، ضروري جدا هذا العمليه. من بعد طيبيهم عادي بالخف يطيبوا، لانه هذا بيمو هذا بيسكوي ماهوش فرينه، ما يسحقش خميره بزاف وراح يطلع بالخف. طيبيهم بعد مباشره تنحيهم الديمو ليهم من المول وتشربيهم. بعد تشربيهم هنا شربت تكون بارده، طيبي من قبل كاس ماء وكاس سكر يغلو 10 دقائق، طفي عليهم النار ومن بعد ادي شويه من ديك الشربات حرحري فيها شويه نسكافي وضيفيها لهذه الشربات، تولي عندك شربات معطره بالقهوه. هنا شربي يا اما دخلي وتخرجي الحبه فمفم، يا اما تخليهم في بلاطو وتشربيهم بالبانسو، يعني على الوجه بالمغرفه ولا بالبانسو، ما يتشربوش بزاف يجوا بزاف خفاف. خليهم ينشفوا وبعد درتي في ليمول تاع هذوك تاع الحديد اللي فيهم فراغ في الوسط، هذاك الفراغ تقدري تعمريه مثلا الا كانت حلوه بالجازوز كريمه تاع زبده معطره بالقهوه ولا بالكراميل، مثلا مكسرات بما انه يعني حلوه تاع مشروبات تقدري حتى شويه تاع نيسلي كراميل. المهم دبري امورك، ولا شويه تاع غاناش، دبري امورك في هذاك الفراغ بما انه حلوه تاع جازوز تقدري كيف تعمريها. ولا انا شخصيا مرات نديرهم في مول يعني كيما لي سيرس مدورين في هذا اللي مول تاع المسكوتشو، ونخدم كلاصاج شوكولا فيريرو. ديك مديت لكم عده مرات شوكولا ذوبيه حمامائي من النوع الجيد، ديري لها الا كانت 200 غرام شوكولا ديري لها 4 مغارف زيت، بعد كي تذوب حمامائي ارمي لها كمشه تاع كاوكاو خشين ومحمص ولكن خشين، يولي عندك كلاصاج غورمون ولا كلاصاج فيريرو شوكولا فيريرو. اطلي به الحلوه نتاعك يعني فوق كارياج ولا وطلي الحلوه نتاعك، تولي عندك حلوه بالشوكولا يعني كلاصاج فيريرو والداخل حلوه مشربه بالنكهه تاع القهوه. برك ديروا شوكولا بالحليب يعني اولي، ما ديروش شوكولا نوار، وتزينيها بمثلا ورد الجوري ولا يعني الشيء اللي كان عندك تقدري تزيني به على الوجه نتاع الحلوه نتاعك، ولا تخليها كيما راهي. هذه هي الحلوه تاع الكاز اللي اخترتها لكم، على قلت لكم يعني فيها افكار بزاف هذه الوصفه. انا شخصيا مع تلاميذي كنت درت بها عده وصفات، ووصفه معروفه كثير كثير كثير، كنا درناها هذه الحلوه عادوا يستعملوها بكثره يعني مع الشاي نديروا لها مكسرات، ومع تقدري تسربيها حتى مع مشروبات تبدلي لها في التزيين نتاعها. اذا ان شاء الله برك بالتوفيق الاخوات اللي طلبوا مني هذه الوصفات. حجتنا عفوا الميامين حج مبرور يعني، وعوده ميمونه لكل الحجات ان شاء الله. بالتوفيق للسيدات اللي راهم يعني تحب تدي هديه، وحنا خاصه هنا في ولايه عين طفله ما كاش يعني واحد يمشي لواحد جامل الحج وما يديروش سنيوه تاع الحلوه، على الاقل سنيوه معروفه هذه يعني نقدر نقول تقريبا الولايات، ولكن عين طفله معروفه فيها يعني بكثره شي هذا. ان شاء الله كامل نعاونوا بعضنا في شي هذا، لانه مول السبه ما يقدرش وحده، ماذا بينا تديروا يا لو كان كعك في يدك راهي مليحه تحمري بها يعني وجهك، ليمالا بول كبير تاع كعك ولا الحلوه تاع الكاوكاو ولا الحلوه تاع الكازو اللي قلناها النهار اليوم. 27 50 12 12 27 50 13 13. اذا نصف ساعه من الزمن الباقيه من عمر البرنامج نقضيها واياكم في المتعه والافاده.